السلام عليكم يا اخوانا المتابعين، قصدي اللي كنتم متابعين. انا جاي النهارده يا اخواني اقول لكم انني فشلت. ايوه، مش عيب انني اقول لكم انني فشلت. ايه فشلت ليه؟ علشان الصفحه بتاعتي على التيك توك واقفه زي النخله الدكر، ولا منها بتطرح ولا منها فيها فايده. فانا بقى قررت في عقل بالي، قلت اخد المقطف بتاعي والمنقره بتاعتي الصغيره دي واروح اعزق وازرع واقلع في غيطي، يمكن الاقي حظ هناك واشوف وشكوا بخير بعد عمر طويل. عاوزيني افضل وياكم، انا عاوز الفيديو ده يطلع فوق زي ما بيقولوا اسمها ترنج دي، ولا بسبراور، ولا مش عارف بيقولوها ايه، بس انا عاوز الفيديو دي هو الفاصل الوحيد لافضل معاكم حبايبي واخواتي، لاروح اعزق واعزق وارزع وادب زي الاول في غيط. يرضيكوا كده يا جماعه؟ عشان خاطر ربنا، عشان خاطر ربنا عاوز اثبت لنفسويتي ان انا زي الرقصات والرقصين بتوع هشك بشك اللي عمالين يعلم يعلم يعلم، وانا مرزوع زي ما انا قدامكم اهو بمنقرتي ومقطفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.